مساء الخير على كل مشاهدينا وكل اللي بيتابع مهارات عظيمه في كل مكان من خلال شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان، واسمحوا لنا النهارده هنبقى عندنا مهارات جديده ولكن بسيطه وجميله محببه جدا لكثير مننا كبار وصغيرين. هنعمل منهم وصفات اتمنى تنول اعجاب حضراتكم، تنفع كده في الفطار وتنفع كمان في العشاء. خلينا نبدا باول وصفه لطيفه. هنفترض عندي بواقي عيش مش عايزاها، هنستخدمها. أنا عندي توست، كان باقي توست بني، ممكن يبقى عندي عيش فينو، ممكن يبقى عندي العيش النشف مثلا، بجيب الرغيف الباجيت بقطعه. عندي أي بواقي عيش موجودة أستغلها في الوصفة دي، هطلع منها كده شكل جميل تنفع للفطار أو للعشاء، بس يعني هاخد شوية حاجات كده باقية عندي في التلاجة. تعالوا نشوف هي إيه. عندي طاسة البيض بالعيش الفينو أو ببواقي العيش الفينو، عندي عيش فينو شرايح أو توست أو أي نوع حضراتكم تفضلوه، عندي 5 بيضات، عندي كوباية من الجبنة الكريمي اللي موجودة عندي في البيت أو نص كوباية على حسب الكمية اللي هتعملوها لشخص أو لعدد أشخاص، عندي زيتون أخضر أو أسود، عندي 2 معلقة من زيت الزيتون، عندي أي حاجة بقى في التلاجة، بواقي باسترما، تركي، لانشن، جبنة شيدر هحتاج شوية، عندي طبعا زبدة وبابريكا، ملح وفلفل، ممكن أضيف زعتر، أنا هضيف هنا ريحان يدي طعم حلو، ريحان مجفف جميل. طيب بصوا، وصفة بسيطة وسهلة جدا. أول حاجة هقول كده بسم الله، هاخد بولة بسم الله الرحمن الرحيم وهبدأ أكسر فيها الإيه؟ البيض. طيب خليني كده إيه هنا، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، دي أول بيضة. هنجرب بس كده نشوف البيض أخباره إيه. طبعا البيض ده فريش، هو واضح لأنه كمان نسبة السوائل حواليه كويسة وعالية وجميلة، إذا هو البيض إيه فريش. بسم الله، بيضة بيضة بس، عشان بيض في الصيف الواحد كمان بيخاف منه قوي، فبنحاول نأمن نفسنا بدل ما لا قدر الله أحط بيضة في وسط البيض اللي كان سليم الدنيا بتبوظ خالص. بسم الله، 5 بيضات، طبعا كمية البيض دي اختياري، ممكن يبقوا 3 ممكن يبقوا 2 على حسب براحتكم، يعني نقلل نكتر زي ما انتوا عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هنحط كده البيض، وبعدين هضيف على البيض ده الجبنة الكريمي. بسم الله، الاول هاخد رشة من الريحان بسيطة. بصوا بقى الجبنه الكريمي دي ليها فوائد كتير وان شاء الله هنعملها قبل المدارس، هي غنيه بالدهون مفيده جدا وفيها الكارب قليل، كربوهيدرات يعني، فيها نسبه بروتين عاليه، نحن هنعملها من اللبن، وفيها كمان الفيتامين بي 2 وده بيدعم صحه الاعصاب بشكل كويس، وفيها كالسيوم طبعا بيقوي العظام وده شيء معروف. بصوا كده انا حطيت رشه من الريحان، حطيت رشه من الملح، ورشه كده لازم ايه من الفلفل عشان البيض. تعالوا بقى كده نعمل كده، نقلب الخليط ده كويس قوي، لما نخلطهم في بعض يبقوا ايه خليط كريمي كده. ممكن يبقى فيه بديل ليه، ممكن شويه لبن، ممكن 2 معلقة من الجبنه الكريمي مع شويه لبن، لو عندكم كريمه بس تنفع برضو، بس الجبنه الكريمي هتدي طعم حلو قوي، وصفه جميله بصراحه. بصوا انا بقى ايه خلطت ده كده، خليني اخد واحده كده، امسك الطاسه هاخد 2 معلقة زبده، 2 معلقة زبده، انا مش عايزه اسيحها على النار، انا عايزه ايه احطها هنا كده على طاسه تكون مش بتلزق حلوه عشان اعرف افك منها الحاجه دي لما احطها اهي كده، هنا قطعه زبده كده مكعب، وهجيب طبعا ليها غطا او اي حاجه اغطي بيها الايه البان دي. هبدا ارص بقى بواقي العيش اللي عندي ايا كان، عيش ناشف، عيش بايت، عيش اي حاجه مش مهم، هي الفكره ان احنا نستفيد منه في وصفه ايه سهله لطيفه، يعني مش معنى ان العيش مش طازه مش هنقول لا يعني. بسم الله،
هدعمهم كده، وهاخد هنا كمان قطع للعيش تاني. هي الميزه بقى ان الوصفه دي تطلع تتقطع وتتاكل على طول زي ما هي، فيها ايه كل حاجه، فيها العيش وفيها البيض وفيها الجبن وفيها كله. خلاص اهي، تعالوا بقى اصب عليها. ناخد السباتشولا دي، بسم الله، الخليط ده اللي عملناه فيه ريحان، في البيض، في الجبنه الكريمي، رشه الملح والفلفل على النار، وخليني اهدي النار وهبدا اعمل كده. بسم الله، وايه اخرم واحده بس كده عشان تطلع البخار. خلاص نغطيها بس شويه والبيض يبدا ايه يستوي معانا اهو. حلو قوي كده. خلاص هنا بقى هبدا اقطع مع حضراتكم شويه من اي مكونات عندي بقى، عندي شويه جبنه، شويه بسطرمه، اي حاجه من الحاجات اللي حضراتكم تحبوا ان انتوا ايه. خلي بقى الشيدر والزيتون ده كل ده هنحتاجه تاني، مش هتخلص منه. بس البس الاول الجلافز الثانيه. بصوا كده، بسم الله، وصفة ظريفة جدا. ده شوية روز بيف، وعندي هنا ايه، مش هحط كتير من الشيدر، ممكن اخد قطعة او اتنين. خلاص، ونقدر بعد كده اللي يتبقى نحطه في الفريزر لأي وصفات سريعة زي دي. خلاص هلف كده، هعملهم كده. خلاص ده التشيدر، وهاخد برضو شوية روز بيف. ماشي تمام، انا شفتها حبيبتي كده، حلوين كده. خلينا ناخد من الزيتون ده شويه، يعني ايه، هنخليهم على الوش وشويه نفرفتهم في النص كده، يدوا تيست حلو. ده عايزه اقول لكم الفرق بين الاسود بقى والاخضر، الزيتون ده الزيتون الاخضر فيه نسبه صوديوم اكتر شويه ودهون اقل واحماض كمان اقل. الاخضر يعني بيعالج السرطان، والاسود بيساعد على زياده نشاط القلب والاوعيه الدمويه. سبحان الله، الاثنين فيهم نسبه بوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد وكبريت ونحاس مشتركين فيها، وبيقوي كمان جذور الشعر، عشان كده زيت الزيتون ده مهم جدا، وبيقاوم الشيخوخه. انت كمان زيت الزيتون للوش البشره بتعمل بيه ماسكات، عايزه اقول لكم كمان هو محارب للحاجات اللي بتبقى الطفح الجلدي، الحاجات اللي بتبقى عامله حساسيه، تغيير الالوان، الحاجات دي تبقى جميله. بس طريقه تسخين زيت الزيتون لازم يبقى على حمام ميه دافيه، يعني نصب بوله فيها ميه دافيه ونحط بوله زيت الزيتون فيها، بس مش بتسخن على النار خالص عشان يبقى صحي. انا وطيت تقريبا قوي، خليني ازود شويه. خدت بقى المكونات دي، ممكن واحنا كده ايه شغالين هنا قبل ما اغطي احط شويه يطلعوا في البيض نفسه اول ما يتماسك. الريحان ده هيدي تيست حلو قوي، ممكن كمان بديل ليه الزعتر. بصوا بدا البيض، بصوا يتماسك، بصوا جميل. اها
نسبة كده من الزيتونات اللي احنا فرمناهم. كمية حلوة بقى من الشيدر، وهناخد كمية كمان من الموتزاريلا حلوة عشان ايه. ممكن بقى بصوا كم طماطمية شيري في النص كده، تبقى روعة. شايفين؟ هاخد من الموتزاريلا. عايزه اقول لكم بقى هتبقى وصفه رائعه، ما يهمكوش، الولاد هيتبسطوا بيها قوي، هتدي كمان تيست حلو للعيش اللي احنا شفناه البايت ده. مش هيبقى بقى الطعم اللي احنا كنا لو هناكله في العادي جنب اي وصفه هنغمسها، مش هيبقى حلو كده اهو. هنا وهغطي برضو عشان الموتزاريلا دي تسيح. بصوا وصفه جميله جدا جدا اهو، الناحيه دي كمان روعه بصراحه. شايفين ازاي؟ بس كده، يلا بينا. حته فاضيه في النص. حاضر حاضر حاضر. هحط بقى رشه كمان جميله من بقى الايه، الريحان كده خفيفه، وبقيت بقى الزيتونات اللي ايه تطلع في نص، تسيح في نص الموزاريلا دي. حلو كده. تعالوا بقى نقفل عليها 5 دقايق وايه، ونجهز نفسنا للوصفه اللي بعد كده. بصوا حط كده رشه بابريكا بس تطلع كده، يا نهار ابيض. بصوا بقى دي تدخل الصبح تطلع تتقطع على الكاتنج بورد، كل واحد ياخد قطعه كده تتبسطوا بيها جدا. دي بابريكا، انا مش بحط غير بابريكا اهو. ونقفل بقى وتعالوا يلا بينا. نستسمح حضراتكم عقبال بقى ما تاخد وقتها وتسيح الموتزاريلا. هنطلع لاستراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع بعض باقي وصفاتنا ان شاء الله في وصفه جايه حلوه قوي، مخبوزات كده للناس اللي بتحب العيش اللي ليه نكهه وليه في طعم كده. ممكن كمان نخبز شويه عيش حلوين. تعالوا كده بعد الاستراحه نرجع نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. مش هوريكم بقى دلوقتي لسه ايه يعني اقفل عليها. هنعمل بقى وصفه جميله كده، انا والله سميتها بيتزا البيض لان هي تنفع جدا، لان كل المكونات الموجوده فيها حقيقي بنحطها في البيتزا. طيب هنعمل عيش لطيف جدا اسمه خبز بالزعتر. تعالوا كده نشوف. انا طبعا مش هحط فيه زعتر بس، صح، انا هحط فيه ريحان وزعتر. طبعا اللي عنده زعتر فريش يا نهار ابيض على جمال الوصفه دي لو حضراتكم جربتوها. طيب تعالوا نقول بسم الله. خبز الزعتر عندي خليط التخمير عباره عن 20 جرام من الخميره، يعني هو في كيس بيبقى 10 وفي كيس بيبقى يعني معلقتين كبار، هناخد كده كيسين غالبا الا حاجات بسيطه. 250 ملي من الماء يعني كوبايه، 2 معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره سكر. انا هخلط دول لوحدهم الاول، وبعدين العجين بقى نفسه عندي 450 جرام دقيق، معلقه ملح. للوش هحط مع حوالي نص كوبايه اللي هي حوالي 3 معالق من زيت الزيتون او 4، عليهم معلقه ثوم مفروم، عليهم معلقه ريحان فريش او زعتر، بقدونس، زيتون اسود شرايح ممكن لو تحبوا، او اللي عايز يضيف جبنه موتزاريلا براحه حضراتكم خالص. الوصفه دي يعني تقدروا تعملوها زي ما انتم حابين. طيب اشوف بس هنا في الكتل في ميه دافيه، انا ايه هوصل الميه لان انا عايزاها ميه فاتره شويه هنا اهو عشان تبقى دافيه، فنص ونص خلاص. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده اهو الوصفه اهي. بصوا عايزها لكم تاني. حاضر براحتكم خالص، براحتكم اهو. شايفين جميله ازاي؟ نغطي بس عشان بقيه الموتزاريلا دي تسيح. ريحه بقى الريحان او عشان ما تتحسدش، صح. هنحط كده الخميره، وهنحط السكر، وهنحط معلقتين دقيق،
طبعا الخميره دي برضو ليها فوائد كتير، بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه، خميره كبيره كمان مش عايزين ننساها في حياتنا، لانه بقى من التطور الفظيع اللي احنا فيه اصبحت الخميره البيره دي ما بقيناش بنستخدمها كتير، وهي مفيده، فيها كميه خمائر رهيبه ومفيده للبشره ومفيده للمعده ومرض النقرس وتعب الاعصاب. احنا واحنا صغيرين اتربينا على الخميره البيره دي، كان المعلقه الكبيره وتتهرس بمعلقه سكر لازم عشان تتفاعل، وهي دي بتشغل البكتيريا اللي فيها. وبعدين نروح ايه، بصوا انا حطيت هنا معلقتين الدقيق وعملت الايه شويه دول مع حضراتكم هنا، سيبهم في جنب شويه. خلاص دول اول خليط هعمله للايه للعيش ده اهو، معلقه السكر، الخميره، معلقتين الدقيق، والايه وقلبتهم كده مع بعض مع الميه الدافيه. وتتهرس الخميره لما تبقى سايله خالص بمعلقه السكر ويضاف عليها ميه، وكنا نشربها واحنا صغيرين. اكتشفت ان في ولاد معايا، يعني حتى ندى بسالها واحنا بنحكي في القصه دي في الفاصل، لقيت لا ان في مش انا بس، في جيل كامل اتربى على موضوع الخميره البيره دي، كانت مفيده لينا جدا، كان لازم ناخدها كل اسبوع. بصوا اول ما بتبدا تسيح بتبقى جميله ازاي، بصوا بقى الوصفه دي، الله الوصفه دي ما شاء الله، يعني للفطار او للعشاء مفيده، خصوصا ان فيها بيض وفيها بصوا فيها العيش اللي احنا كناش عايزينه بنقول عليه، يعني بقى بايت، في وصفات كتير قوي هنستغل فيها العيش البايت وحاجات كتير عندنا بايته، ان شاء الله هتبقى اجمل. يعني تعالوا بقى هنا نخلط، انا عندي هنا الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هحط مع الدقيق طبعا الملح، اللي عايز يطعم العجينه بحاجه ماشي، بس انا بصراحه مش هطعمها لان انا هحط على وشه شويه حاجات. هنا بس عندي شويه من الشمر، انا هحط نص معلقه شمر جوه العجينه بس، بس ودي اختياري، الشمر مفيد برضو والحقيقه يعني ايه من الحاجات اللي احنا بنهملها كتير قوي. خليني كده اقلب تقليبه، وبعدين هجيب بقى الخليط اللي انا عملته فيه الخميره وفي الدقيق وفي السكر في الميه الفتره، اصبه الاول يكون بدات ايه اهو، طول ما هي بتعمل فقاقيع هي ناجحه وهتبدا تنفخ، عايزين تغطوها 10 دقايق مفيش مشكله، اللي انتوا عايزينه. كده بدات ايه تبقى تمام، صراحه الوصفه هايله. هجيب بس طبق كده عشان اجهزه، بسم الله الرحمن الرحيم، لتقديم الوصفه الحلوه دي. ناخد بقى، الله دي بس من ضمن الحاجات اللي بتعرفني انه الخميره يعني شغاله وكويسه، اذا انا بقى لها فتره وانا خايفه منها. بسم الله هنضيف الخليط ده الاول، وخلينا ايه نقلبه الاول مع بعض نشوف هنحتاج زياده ميه ولا لا. بسم الله ممكن ازود ميه كده شويه شويه على حسب العجين. بصوا بسم الله، بصوا كده، بصوا هفتح كده بس نشوف القوام، لازم ايه لا لسه شويه محتاجه ممكن شويه ميه كمان. بسم الله كده ونقلب تاني، هضيف بس ممكن نقطتين ميه كمان اهو، ايوه thank you.
عايزه بس اوسخ القمه بتاعي، ثواني اهو كده، نفردها لحد ما تبقى ناعمه. شوفوا بقى كميه الميه اللي كنا حاطينها في الاول، كانت كميه ميه مش ايه يعني مش كافيه، كانت لسه العجينه شويه محتاجه، حسيت الدقيق لسه مش مرن. تمام كده، حطينا انا بس شويه شمر، وده بس الايه اللي محطوط، وده اختياري وليس اجباري. هفضل اعمل كده لحد ما العجينه تبقى مرنه معايا كده. حبه حلوين كده، العجن ده مهم قوي بالذات للمخبوزات، تاخد وقتها، فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا ساعه تخمير بيبقى مناسب جدا. وبصوا العجينه طريه، وده اهم ما فيها. هتاخد بقى الساعه نغطيها في مكان دافي، هتبقى رائعه. هوريها لكم بقى بعد ما ايه اهو. بصوا ناخد بقى العجينه الحلوه دي نحطها في بوله ونشيل بقى خلاص دي. بصوا الجبنه ساحت خلاص، الله الله، ادي الايه البيتزا اللي بالبيض اللي عملناها، وصفه سهله وجميله. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. ادي العجينه بتاعتنا اهي، شايفين ازاي؟ ممكن بقى ناخد ايه سباتشولا كده، ها كده، شايفين حضراتكم رائعه. وممكن اخد رشه بس بسيطه كده من البقدونس، ادي الجمال. وطبعا تاكلوها بألف هنا وشفا، صحة وهنا على قلب حضراتكم. هتلحق يا فندم. محدش يا فندم يعني هيجي على حق حضرتك يا فندم. ايوه يلا بينا كده بقى. انا عملت العجينة اهي، هغطيها. بصوا كده العجينة جميلة طبعا، بصوا الشكل، بصوا التوست، شايفين البيض جميل ازاي؟ دهنا زبدة وبعدين حطينا التوست زي ما حضراتكم شايفين، اللي قلنا بواقي توست، بواقي عيش فين، وبواقي اي حاجه عيش مش هنستخدمه مش حابين ناكله يعني. نقدر نعمل بقى الوصفه الحلوه دي مع حضراتكم وتستمتعوا بيها ان شاء الله. ساعه بقى نسيب الايه العيش الجميل ده ساعه عشان يخمر. هوري حضراتكم بعد ما بيخمر. بسم الله، عجينه كده لطيفه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو اهو. يلا بينا هاخد كده، هعمله رغيف كبير. حط رشه كده بسيطه من العيش، وهبدأ نفرد بسماكة بقى اللي انتوا عايزينها. حطوا بقى الحشو اللي يريح حضراتكم. شيل البقدونس هي دي، اللي عايز يتخن يتخن السمكه اللي تعجبكم. هو احنا مطلعينه في سمكه البيتزا، بس تقدروا تطلعوه بسمكه اعرض عادي، اللي رايح حضراتكم تعملوه وحدات صغيره ماشي، نعمله رغيف كبير زي ما انا عامله كده ماشي، كل دي اختيارات ترجع ليكم. بسم الله، هفرد هنا كمان. اهو
شايفين الساحه دي كويسه حلو كده. يلا بينا هجيب كده صاج احط فيه نقطه زيت الزيتون همسح كده مسحه بسيطه ورق الزبده فوقها وهمسح بقى لان احيانا ورق الزبده ده ما بيبقاش يعني ايه نوعه جيد لدرجه ان هو يسمح لي ان انا ما يلزقش. اهو تمام خليني بس اشوف الرغيف ده الساق ده كويس بالنسبه له ولا صغير عليه. ممكن اغير الفكره خالص. معلش هنحط كده بقى عشان جوه هيبقى محدد العيش مش هيكبر. خدتوا لي بالكم؟ فاهمين حبايبي؟ يعني قصدي ان العيش مش هيكبر يعني يعني لا ان شاء الله يعني ان شاء الله كده. ايوه هنعمل كده ان شاء الله. بصوا بقى هناخد كده الثوم الريحان الزعتر وايه كمان زيت الزيتون ونقيه كده. هاخد بوله وهاخد معايا رشه من حبه البركه وزيت الزيتون طبعا صحي. يعني عايزه اقول لك زيت الزيتون ده برضو مهم جدا لصحه القلب مقاوم للسرطان. بصوا رشه من جوزة الطيب رشه من الزعتر حلوه كده. زعتر حاطه نوعين نوع العادي المصري بتاعنا ونوع اللي هو الزعتر البري اهو حاجه بقى خضرة كده. الله شايفين البقدونس ده بقى من الحاجات القيمه جدا برضو عايزه اقول لكم يعني جميل جدا مهم جدا بيعالج الاملاح والحصوات وبيحسس بيحسن كمان من الهرمونات عارفين بتاعه الغده الدرقيه جدا. بصوا طبعا غير ان هو بقى بينقي يعني الناس اللي عندها بقى بينقي فعلا من الجسم من السموم الكبد والكلى لما بيتغلي ويتشرب. بصوا عيش حلو بصراحه. اللي حابب يحط عليه مثلا زي ما بيقولوا ايه قطع زيتون جبنه بتاع براحتكم. انا بصراحه شايفه ان هو مش محتاج انا مش هحط عليه لان احنا عملنا واحد قدام حضراتكم هتشوفوه في العرض عامل زي البيتزا ما طلع ده برضو رائع. خلينا بقى ندخله الفرن حراره 180 على الشبكه في النص مشغله فوق وتحت. بسم الله اهو زي ما احنا اهو نقفل بقى عليه. هياخد له 25 ل 35 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. طبعا ده واحد معمول معانا بصوا جميل ازاي وطري ولطيف ده بس احنا ضفنا على الوش موتزاريلا او تشيدر وزيتون. طبعا ده يرجع لحضراتكم انا بصراحة هنا ما رضيتش اضيف عشان يطلع خبز عادي نقدر نغمس بيه اي نوع جبنة بيضة الطول اللي انتوا عاوزينه دي حاجة ترجع لحضراتكم. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع البريك وننظف بقى الحاجات اللي حوالينا دي ونرجع مرة تانية نستكمل وصفتنا معنا وصفة جميلة جدا وصفة ثالثة كده مخبوزات بيحبوها الولاد
ونستثمر فيها، وبرضو عجينتها حلوة هتعجب حضراتكم إن شاء الله بعد الاستراحة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. تعالوا بينا نبص على العيش اللي عملناه، حطينا عليه بقى الريحان والبقدونس والحاجات الحلوة. بسم الله طبعا ده عشان التفاعل بتاع الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي جميل جدا المخبوزات في البيت رائعة. تعالوا بس ايه ناخد الجلافز التاني كده. بسم الله نطلعه مع بعض عشان ايه ونقفل الفرن ونجهز بقى للوصفة اللي جاية. اوري بس حضراتكم ايه شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى ايه يعني هنقدر نشيله كده. واو ما شاء الله. واو الله حلوة قوي. شايفين الجمال. شيل بقى دي. الله روعة. يعني ريحته كفاية الحقيقة بجد يعني. جربوه ان شاء الله هيعجب حضرتك. هنعمل دلوقتي مخبوزات جميله جدا. ممكن نودي ده بقى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا بينا نبدا بقى في وصفه جديده. وصفه لطيفه جدا نستخدم فيها سوسيس، ممكن الميني الصغير، بس انا النهارده عاملاها زي الشوريك. عارفين الشريك لما بنحشيه عجوه ويتعمل زي الترس كده، انا هعمل النهارده كده بس في المخبوزات اللي بالسوسيس. طيب عندي بيضه للعجين، وعندي معلقتين من السكر، وعندي كوبايه الا ربع من اللبن، معلقه خميره فوريه كبيره، كوبايه وربع من الدقيق، رشه ملح، ومعلقتين بس من الزبده. طيب الحشو عندي سوسيس وهحط معاه شويه مايونيز. حلو الكلام. الوش ممكن سمسم، وممكن بقدونس، وممكن اي حاجه حضراتكم حابينها. هني بس كده ايه اخد شويه من المايونيز علشان هحتاجهم معايا وقت الحشو. طيب تعالوا بقى. بسم الله هاخد كده اول حاجه بوله صغننه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاول البيضه، هحط معاها اللبن. خلينا نضرب دول الاول كده مع بعض مع رشه ملح كده، وتعالوا ايه نخلط بالويسك. بسم الله قبل ما نحط في الخلاط او في العجان يعني. معلقه السكر الخميره الدقيق، حطينا كده المفروض عليه رشه الملح. بصوا كده بس احنا حطيناها خلاص في الخليط ده. يلا بينا الاول هناخد الخليط السائل وهناخد الخليط الجاف. هحط الاول الخليط السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيف عليه الخليط الجاف ونشوف لو احتاجنا دقيق. انا مش بحط دايما كل كميه الدقيق، دايما احط اقل ربع كوبايه تلت كوبايه عشان لو احتجت ازود على حسب نوع الدقيق. هاخد هنا ادي المايونيز، وعندي معلقتين الزبده. هاخد بقى ازود الدقيق زي ما انا عايزه كده. اوكي ربع كوبايه.
بس على العجين كده. عجينة حلوة جدا 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 اهي. خليني بقى اخدها واروح كده هنا، هاخد معاها ممكن شوية الزبدة دول. بصوا هاخد كده مكعب زبدة من ده، ادي معلقة وادي المعلقة التانية اللي قلنا بالزبدة اللي احنا عايزين ايه نضيفها للعجين عشان تبقى جميلة. دول معلقتين اللي كانوا فاضلين، خلاص هما دول بقى اللي هيمسكوا معايا الايه العجينة الحلوة دي. بصوا كده هفضل كده لحد ما تبقى ملساء، مش هيتبقى فيها ولا حاجة من اللي على الكاونتر دي، هتتبقى معايا خالص وانا بعجن. خلاص كده 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 حبة حلوين بالزبدة طبعا عشان حرارة ايدي. بصوا بقى انواع الدقيق زي ما احنا متفقين بتفرق شوية، فانا ممكن الدقيق بتاعي ياخد مني كوباية وكوبايتين الا ربع، كوباية ونص مع حضرتك لو في نوع معين. انا بالنسبة لي يعني ايه الزيادة معلقتين لحد نص كوباية ده شيء طبيعي ومعدل طبيعي جدا. هاخد بقى انا كل ده وهنضف الكاونتر حالا، كمان الزبدة بتديها طراوة للعجينة دي قوي، اللي مش عايز يضيف زبدة ما يضيفش، بس هي بتدي نكهة حلوة للايه للمعجنات دي يعني. بصوا كده اهو شايفين، ها شايفين ازاي؟ ايوه اهو خلاص انا كده العجينة بقت ممتازة. شايفين حضراتكم العجينة عاملة ازاي؟ روعة. شايفين؟ اهي ما بتلزقش وده الأهم. هنسيبها بقى تخمر شوية، هتاخد ساعة لو هي على الحبة الصغيرين دول، نص ساعة كفاية. وبعدين ممكن يبقى عندي شوية هنا خمرانين. بصوا بقى هاخد كده هاخد من العجين ده اللي خمر بعد ما عدى بقى الوقت بتاعه نص ساعة أو الساعة اهو. بصوا بقى هاخد حته حته من العجين وهفردها اهي، كور صغيره لازم اقعد اعمل الكور. بصوا المها الاول كده وبعدين اعمل كده من دول كده خلاص، اكورهم واسيبهم يرتاحوا قبل ما اشتغل فيهم. وبعدين هاخد شوية دقيق انا لسه حطاه حل اهو. بصوا كده هنفردها فردة حلوة وهعملها زي ما بنعمل او هنعمل الشوريك نفس الفكرة، بس بدل ما هي محشية عجوة هحشيها بالسوسيس. لما بحط مايونيز بحطه، وده اختياري ما هوش اجباري، ممكن تحطوا اي جبنه كريمي تدي طعم مش شرط، ممكن تحطوا جبنه اللي بتتلف بتاعت البرجر هتبقى حلوه جدا برده. تدي طعم معاها لما تدخل الفرن وتسيح بتدي طعم حلو. مايونيز بس بيدي طراوه للعجينه من جوه، فبيدي تيست كمان للايه كده على مردنا. اطفال كمان بتحب السوسيس، ممكن تحطوا كاتشب على فكره يعني مش شرط مايونيز. كده طبعا برضو هتدخل على فرن 180. بصوا بقى هفرد كويس اوكي تقلقوش، اصل دي اخر مرحله في الايه في المعجنات الحلوه دي. ناخد كده وعلى حسب طول السوسيس، في بيحبوا يعملوه صغير يعني هوريكم فكره بين الاثنين، حضراتكم اختاروا اللي يناسبكم. بصوا
بصوا بقى. لا خالص. بصوا هاخد كده مايونيز والصوصي هي خلاص، وهعمل كده وهقص. انا مش محتاجه الزياده خلاص. هقفل من هنا كده، شايفين حضراتكم، وهشيل الزياده زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هعمل كده ده شكلها على صاج مدهون نقطة زيت. بسم الله. وممكن على ورقة زبدة كمان بالفرشة، طالما الصاج نفسه يعني ما بيتعرضش ليه انه بيلزق يبقى خلاص. هاخد كده بس منديل امسح لو في زيادة بسيطة، بس كده خفيف على خفيف خلاص. وابدأ احط الوحدات الحلوة دي اهو، شايفين شكلها عاملة زي الترس كده. هي دي الفكرة. في ممكن نعمل فكرة تانية، طبعا احنا هندهن بقى الوش ده او هنرش عليه السمسم. طبعا ممكن بقى ندهن ببياض بيضة او بمية عادي جدا، يعني لو عندي شوية مية خليني اخد كده ايه الفرشة دي، لو عندي حتى شوية مية عادية. بصوا شكلهم حلو ازاي، بدهن العجينة اهو اهو، شوية مية عادية خالص بسيطة قوي، بحط عليهم السمسم تمام كده، شايفين ازاي. بس ممكن بقى نيجي نعمل واحدة تانية. الولاد ساعات بيحبوه صغير، عارفين زي كعب الغزال، نفس الفكرة برضو. ممكن ما نعملوش الشكل ده ونعمل وحدات صغير، شوفوا بيتباع بره وبنشتريه من مخبوزات، بس احنا نقدر نعمله في البيت وسهل، بيبقى برضو لطيف والشكل اللي يناسب حضراتكم. يعني عايزين صغير، عايزين تقطعوه كده شكله حلو، بصوا منظره جميل ازاي مختلف اهو. وادي هناخد واحده تانية من السوسيس بعد ما هنعمل برضو المايونيز او الكاتشب او الجبنه اللي انتوا حابينها. هنحط السوسي هيا، هنرول وهنشيل الزياده وهنشيل من هنا كمان ومن هنا. العجين ده بيرجع يتلم تاني، بسيبه شويه ربع ساعه يرتاح وارجع اقطعه. انا عملت دي شكل الترس، بصوا بقى دي ممكن تتعمل كده تبقى كده، شايفين ازاي، زي فكره كعب الغزال، بس بدل ما هي محشيه بالعجوه هتبقى محشيه بالسوسيس. ودي وحدات كده لقيمات صغيره، بصوا جمالها ظريفة جدا اهي. وبرضو الفرشة ببل، بس الفرشة شوية مية بسيط وبعد على الوش، مش شرط بيض. الناس اللي ما بتحبش الزفارة ممكن بقى يبقى بيض، ممكن تبقى معلقة عسل متخففة، شوية سمسم. بصوا جميلة قوي، ممكن يبقى زعتر، يبقى حبة البركة، يبقى أي حاجة حضراتكم تحبوها. الزعتر كمان معاه بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا كمان جميلة ازاي، فكرتها حلوة وسهلة والولاد بيحبوها، وحاجات بسيطة في البيت بنقدر نعملها بسهولة جدا. وزي ما قلت لكم العجينة اللي بتتبقى اللي انا قطعت منها، بصوا لازم ألمها كده، لو جيت أفردها في ساعتها مش هتتفرد، فما تتضايقوش سيبوها الأول ترتاح. تعالوا نعمل ترس كمان، ترس كمان كده لطيف عشان نبقى ايه
ده ترس اخير. ناخد كده نقطه بسيطه من الدقيق اهو، ون ايه بسم الله، ونفرد كده. ان شاء الله بقى نعمل الولاد قبل ان شاء الله الدراسه، نعمل لهم بقى الوصفات اللي بيحبوها، تقدروا بقى تعملوا الحاجات دي في البيت. الحاجات دي بقى بجد جميله مش مكلفه. فكره الوقت، نعمل كميه وتقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر، مش هتقول لا. شايفين اهو، يلا ناخد بقى واحده من السوسيس، حطوا بقى كاتشب، حطوا جبنه اللي هي بتاعه البرجر تبقى رائعه. اي حاجه مناسبة للأكلات اللي بيحبوها الولاد، وإحنا اللي عاملينها في البيت وجميلة. ويا سلام بقى لو أنتوا اللي عاملين مايونيز كمان في البيت، ومايونيز يبقى من غير إيه؟ من غير بيض، والأصلي بتاع البيض هنعمله مرة مع بعض. ولو إن أنا عارفة إن في ناس كتير بتستسهل تقول أنا أشتري أحسن، بس والله طعمه مختلف وحاجة صحية. أهو قفلنا، بنقطع بس الحروف الزيادة أهو، وبعدين أعمل كده كده اهو اهو. شايفين حضراتكم ادي ترس كمان. وهناخد الدهنه عليها ميه، ينفع معلقه عسل اسود متخففه بمثلا معلقتين او ثلاثه ميه اهو. شايفين خلاص خلي دول لازقين في بعض حلوين، ونحط عليهم رشه السمسم او حبه البركه او الزعتر او الريحان الجاف اللي يريح حضراتكم اهو. وتدخل فرن على حراره 180 على الشبكه في نص، تطلع زي ما حضراتكم شايفينها اهي. هتاخد حوالي 25 دقيقه على حسب الايه درجه حراره الفرن. انا بشغل فرن مروحه، مش هتحتاجوا فوق ده الا لو هي استوت من تحت. شايفين جميله ازاي وخفيفه وحلوه ومغذيه، وتنفع على فكره في النادي، تنفع في اي وقت في التمرين، حاجات مع الولاد. عايزين بقى تحشوا منها العجينه دي حلو، اعملوا اللي انتم عاوزينه. ممكن شوكولاته خام، شوكولاته قابله للده، اعملوا اللي انتم عايزينه. طبعا يعني الوقت بيعدي مع حضراتكم طبعا بسرعه. في فقره المطبخ، اتمنى يا رب النهارده تكون وصفات عجبتكم. عملنا مخبوزات بسيط، عملنا العيش البيت، حطينا عليه بيض جميل، وعملنا كده مجموعه اجبان. بواقي الحاجات اللي في الثلاجه عملنا بيها البيتزا اللي حضراتكم شايفينها دي بالجبنه الموتزاريلا السايحه. عملنا الخبز اللي بالزعتر، طلعت منه بالزعتر وبالثوم وزيت الزيتون على الوش زي ما حضرتك شفتوه، وخبزناه مع بعض هنا. وفي واحد تاني معمول اللي هو كان على وشه شويه من الشيدر والموتزاريلا والزيتون، لو حابينه شبه البيتزا يعني. وعملنا كمان المخبوزات اللي هي المخبوزات اللي بالسوسيس، اللي حشينا فيها السوسيس بالشكل حضراتكم شايفينه كده، شكل الترس الجميل ده. اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم، تجربوها وتقولي رايكم فيها، تبعتوا لنا التطبيقات عشان نعرضها معانا. دلوقتي بقى نستسمح حضراتكم ان احنا هنطلع علشان الفقره الطبيه. التقي بحضراتكم بعد الاستراحه ان شاء الله.